تقتضي الله يعني ايه؟ نعم. يعني لا تعتدي على محارمه، لانني لو امرت امرا او نهيت نهيا ثم خالفت ثم خولفت فيه فكانك لم تحفظ عهدي معك. الله. انا واليتك بالنعم قبل ان اكلفك. نعم. انا ما كلفتكش الا بعد ما تبلغ سن الخمستاشر او الاربعتاشر. نعم. وتركتك ترمح في نعمي دون ان اسالك عن شيء، فكان الواجب بقى انك انت اللي انعم عليك النعم دي بقى زي ما حفظك وانت غير مكلف أنت تحفظه وانت مكلف. الله الله. نعم.